السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله درس جديد النهاردة هنتكلم فيه عن الدولة العباسية. خليني ارجع لحضرتك كده او نرجع مع بعض كده للدرس اللي فات ونشوف اخر لقطة او نهاية الدولة الاموية. خليني اقول لحضرتك ان الدولة الاموية انتهت ازاي؟ انتهت لما حصلت الدعوة للدولة العباسية، وبناء عليه تم اسقاط الدولة الاموية واعلان خلافة جديدة في العالم الاسلامي وهي الخلافة العباسية. تم إنشاء الخلافة العباسية سنة 132 هجرية، وتحديداً بعد معركة الزاب اللي تم فيها القضاء على الدولة الأموية. العباسيين بينسبوا لمين؟ أو الدولة العباسية دي اتسمت على اسم مين؟ اتسمت على اسم العباس ابن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. تم إعلان الدولة العباسية تحديداً في مدينة الكوفة اللي كانت عاصمة لهم أساساً من البداية. استمر حكم الدولة العباسية حوالي 5 قرون، يعني تقريبا كده حوالي 525 سنة، يعني تقريبا حوالي 5 قرون وربع. طيب، قال لي يا شباب خلال الفترة دي بيحكم تقريبا حوالي 37 خليفة، وامتدت حدود الدولة العباسية بشكل كبير جدا، وصلت شمالا لأرمينية، جنوبا لبلاد النوبة، غربا إلى المحيط الأطلنطي في الغرب، وبلاد ما وراء النهر في الشرق. طيب، قال لي يا شباب الدولة العباسية عموما بشكل عام بنقسمها لفترتين زمنيتين، يعني ال 500 سنة اللي حضرتك او الخمس قرون دول بنقسمهم لفترتين. الفترة الاولى منها من 132 هجرية ل 232 هجرية، ودي الفترة دي تحديدا كنا بنسميها العصر الذهبي للدولة العباسية. ليه؟ بما تفسر ليه أطلقنا على الفترة الأولى أو أول 100 سنة من حكم الدولة العباسية اسم العصر الذهبي؟ قال يا شباب لأن بيتولى فيها مجموعة من الحكام الأقوياء اللي قدروا يحافظوا على وحدة دولتهم ويوسعوا حدود الدولة بشكل كبير، وعملوا كمان إصلاحات في كل المجالات. أما العصر العباسي الثاني اللي بيبتدي مع حضرتك من 232 ل 656 هجرية، فالفترة دي بقى بنسميها بفترة الضعف والانهيار، وأكيد طبعا باين من اسمها إن بيتولى فيها الحكم مجموعة من الحكام الضعاف، وطمع في أراضي الدولة الإسلامية كتير جدا من الطامعين زي التتار والصليبيين. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الثالث ونشوف مع بعض كده مين هم أشهر خلفاء الدولة العباسية اللي عملوا إنجازات مهمة. عندنا أبو العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، والمأمون والمعتصم. أول حد هنتكلم عنه يا شباب هو أبو العباس. هو عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله العباسي. ده أول خلفاء الدولة العباسية. نشوف إيه هي أهم أعماله. أول حاجة عملها أسس قواعد الدولة العباسية، ونقل مقر الخلافة من إلى الكوفة ثم إلى الأنبار، وجدد الطريق ما بين مكة والكوفة، وبدأ يزودوا بالمنارات، يعني بالمصابيح والكشافات علشان ينير الطريق للحجاج. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الرابع ونشوف الخليفة اللي بعده، أبو جعفر المنصور، أو اللي بيعتبروا المؤرخين المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، وده سؤال مهم جدا ياريت تركز عليه. بما تفسر ليه أطلق المؤرخين على أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؟ أول حاجة لأنه نشر الأمن والأمان وقضى على الفتن والثورات، رائب الولاة وحاسبهم، وبنى مدينة جديدة هي مدينة بغداد اللي كانت مقر للخلافة. نتنقل للخليفة اللي بعده وهو هارون الرشيد. اتميز عصر هارون الرشيد بأنه العصر الذهبي للدولة العباسية، أو بنعتبره أزهى عصور الدولة العباسية. في اتسعت رقعة الدولة، يعني الدولة حدودها وسعت، ازدهر فيها الزراعة والصناعة والتجارة، اهتم ببناء القصور والحدائق والأسواق، فعهده قرب إليه العلماء وازدهر العلم بشكل كبير جدا. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الخامس ونشوف المأمون. هو عبد الله ابن هارون الرشيد. إيه أهم أعماله؟ أول حاجة قضى على الفتن والثورات، اهتم بالعلم والعلماء بشكل كبير جدا، وشجع حركات الترجمة في الدولة الإسلامية. أما المعتصم فهو محمد ابن هارون الرشيد، اتولى الحكم تقريبا لمدة 8 سنين و8 شهور.
أهم أعماله، اهتم بالجيش بشكل كبير قوي عشان يقضي على الفتن والثورات اللي كانت بتحصل في عهده، حارب الرومان وانتصر عليهم كتير جدا وفتح مدينة عمورية وبنى مدينة سمراء. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد السادس ونشوف مع بعض سقوط الدولة العباسية. استمرت خلافة الدولة العباسية يا شباب زي ما اتفقنا حوالي 525 سنة، لكنها في النهاية سقطت على ايد التتار او المغول سنة 656 هجرية. طب بما تفسر ايه هي اهم اسباب ضعف الخلافة العباسية او الدولة العباسية؟ اول حاجة سيطرة العناصر غير العربية على المراكز المهمة في الدولة او الموالي. الموالي اللي كانوا سبب سقوط الدولة الأموية هم سبب جديد لسقوط الخلافة العباسية، لأنهم سيطروا على المراكز المهمة زي الجيش والإدارة. في عهد الدولة العباسية أو اتسعت الدولة العباسية بشكل كبير جدا جدا جدا، وده كان صعب على شخص واحد إن هو يتولى الحكم في المساحة دي كلها، وده خلى يطمع فينا طامعين كتير زي التتار زي الصليبيين. حدوث الصراعات ما بين أفراد البيت العباسي بسبب تولية أكتر من شخص في ولاية العهد، لدرجة أن الأخ كان بيقتل أخوه حصولاً على المنصب. تولى الحكم مجموعة من الحكام الضعاف، بدأوا يتجهوا لحياة الطرف وبعدوا عن حياة الزهد اللي ربنا عليها سيدنا محمد والخلفاء الراشدين. خليني أقول لحضرتك بالرغم من أن تم إنهاء الخلافة على إيد التتار أو الخلافة العباسية تم إنهائها على يد التتار، إلا إن الظاهر بيبرس أعاد إحيائها مرة تانية في مصر سنة 659 هجرية، لكن هي رجعت بشكل اسمي في عصر الظاهر بيبرس، أو بمعنى أدق يعني الظاهر بيبرس حاول إن هو يدي كده لمصر شكل أو طابع الخلافة العباسية، فكانت مصر خلافة عباسية في عصر الظاهر بيبرس اسما، لكن واقعيا كان حكمها للمماليك. وبكده يا شباب بينتهي الدرس بتاعنا. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله.